مساء الخير على كل مشاهدي قنوات اون تايم سبورتس في كل مكان، واهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج اخبار اون تايم، وفاصل جديد من الاخبار الحصريه المحليه وجوله بقى مميزه في ابرز الاخبار والكواليس في الساحه العالميه، كمان الالعاب الاخرى. كل ده هيكون تحت شعار برنامجنا الدائم ان كل شعوب العالم بتختلف في لغتها وكمان بتختلف في عاداتها وتقاليدها، ولكن حاجه واحده بس هي اللي بتجمعنا، الرياضه. في البداية وكالعادة خلونا نبدأ حلقتنا بأهم وأبرز العناوين. كارلوس برنيجر يصل القاهرة الأربعاء للانضمام لجهاز كولر في الأهلي. منتخب مصر يعلن قائمة المحترفين الأولية لمباراتي أثيوبيا وتونس. مجلس الإسماعيلي يستقر على تعيين علي أبو جريشة رئيسا لقطاع الكرة. الإصابة تحرم بسنت حميدة من المشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى. وعالميا، فرحة عارمة في إسبانيا بعد حسم لقب كأس العالم للسيدات لأول مرة في التاريخ. من أهم وأبرز العناوين نروح لأخبارنا المحلية. الأهلي مش مجرد اسم أو شعار، زملكاوي وأفضل أهو الأربع نصوص، اسم المحلة مش أي نادي. خطيرة 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 خطيرة، هدف أول، هدف أول، هدف أول، جول 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 جول، الكرة ثابتة من روما. بداية أخبارنا المحلية من القلعة الحمراء، وتحديدا بقى كده مع الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، ويصل السويسري من قصر أرجنتيني كارلوس برنيجر إلى القاهرة فجر الأربعاء المقبل لانضمام لجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق. اتفق النادي الأهلي منذ أيام مع كارلوس برنيجر على الانضمام لجهاز كولر استجابة لطلب المدير الفني للنادي الأهلي اللي طلب ضم عنصر أجنبي لجهازه المعاون من أجل مساعدته في بعض الأمور الفنية داخل الفريق. هيكون برنيجر طبعا بعمل مساعد مع كولر، في اشتغل مع كولر قبل كده في بازل في فترة من 2018 حتى 2020، وهيكون في توقيع للعقود للانضمام للنادي الأهلي بمجرد وصوله إلى القاهرة يوم الأربعاء المقبل، ومن المقرر أن يبدأ المدرب الجديد عمله مع الجهاز الفني للنادي الأهلي من بداية فترة الإعداد للموسم الجديد يوم 24 أغسطس الجاري. ينضم طبعا الراجل لجهاز كولر بشكل قوي جدا، هيكون مؤثر مع الفريق، وهو مارسيل كولر شايف ان عايز يكون معاه مساعد اجنبي عشان يساعده في بعض الامور الفنيه. خلينا نروح لخبر تاني مع النادي الاهلي، والنادي الاهلي بيقترب بقى للاعلان عن هويه المهاجم الاجنبي. طبعا اشتكى كولر بشكل كبير ان هو محتاج مهاجم اجنبي في الفتره اللي فاتت، حيث اقترب مسؤولي القلعه الحمراء من حسم الملف ده بعد المرونه اللي ابداها القندوسي في الرحيل عن النادي الاهلي حاليا. الجزائري احمد القندوسي تراجع عن موقفه المتشدد بشان رفضه الرحيل عن النادي الاهلي خلال فتره الانتقالات الصيفيه، وابدى اللاعب برونه خلال الساعات الماضيه بشان امكانيه الرحيل على سبيل الاعاره. يرغب النادي الاهلي في اعاره احمد القندوسي خلال الفتره الحاليه في الميركاتو الصيفي الجاري لمده موسم من اجل قيد مهاجم اجنبي بدلا منه. إدارة الأهلي تفاوضت مع القندوسي وعرضت عليه الإعارة لكنه رفض، وأصر أنه هو عايز يكون موجود مع النادي الأهلي، وده عمل أزمة
بعض الشيء داخل الفريق ان هو الاهلي مع 5 لعيبه محترفين اجانب وكان عايز يخرج حد منهم، والاختيار من قبل المدير الفني كان على القندوسي. والاهلي بقاله اكتر من شهر او شهر بيتفاوض مع اللاعب بشكل مكثف، وفي النهايه وافق القندوسي خلال الساعات الماضيه على اقتراح الرحيل على سبيل الاعاره، ومن المتوقع ان يرحل القندوسي سنه اعاره لنادي سيراميكا مده موسم، وهو سيتم الاتفاق عليه خلال الساعات القليله القادمه. وفقا لهذه المعطيات فقد اقترب النادي الاهلي من حسم ملف المهاجم الاجنبي قبل معسكر الفريق المقرر اقامته في النمسا، وذلك بعدما اوشكت ازمه القندوسي على الانتهاء، حيث رحب الاخير بفكره الرحيل على سبيل الاعاره في الصيف، وحسم النادي الاهلي بنسبه كبيره ملف المهاجم الاجنبي. زي ما قلنا لحضراتكم في حلقه امبارح ان النادي الاهلي في مجموعة من المهاجمين موجودين معاه أو على رادار النادي الأهلي، ودوا الفيديوهات بتاعتهم والسيفيهات بتاعتهم وأرقامهم لمارسيل كولر، بدأ يختار ناس وحسب اختياراته هيتحرك مسؤول النادي الأهلي في اتخاذ اللازم معاهم والتعاقد معاهم. استقر مسؤول النادي الأهلي على تعديل عقد حارس النادي الأهلي مصطفى شوبير ماديا بعد الأداء المتميز الذي ظهر به الحارس في الموسم الماضي، حيث نجح في إثبات أحقيته في الحصول على فرصة لحماية عرين المارد الأحمر. ورحل علي لطفي عن جدران القلعة الحمراء في فترة الانتقالات الصيفية لينضم لنادي زد الصاعد حديثا لدوري الأضواء والشهرة، ليصبح مصطفى شوبير هو حارس النادي الأهلي الثاني في صفوف الفريق بالموسم القادم خلفا لمحمد الشناوي الحارس الأساسي، ويلي حمزة علاء ومصطفى مخلوف. كل التوفيق ليهم بكل تأكيد، أسماء كلها أقوياء وأربع أسماء يصلحوا لحماية عرين النادي الأهلي. لسه مكملين أخبارنا مع النادي الأهلي، ويقترب مسؤول النادي الأهلي وصول القسط الأول من صفقة بيع محمد شريف مهاجم الفريق للخليج السعودي، والبلغ طبعا 1,600,000 دولار. ده أول قسط هيستغلها النادي الأهلي بقى في توفير العملة الصعبة لحسم التعاقدات مع المهاجم الأجنبي السوبر للنادي الأهلي بيفكر فيه في الانتقالات الصيفية الجارية، وكذلك يقدر يستخدم الفلوس دي في القسط الثاني من قيمة شراء إمام عاشور من ميتلاند الدنماركي والمغربي رضا سليم لاعب الجيش الملكي المغربي السابق والأهلي الحالي. من أخبار النادي الأهلي نروح سريعا إلى القلعة البيضاء، وتحديدا مع الفريق الأول لنادي الزمالك لكرة القدم، حيث قرر كابتن عبد الواحد السيد مدير الكرة بالقلعة البيضاء فتح باب المفاوضات مع محمد عواد حارس مرمى الفريق خلال الأيام القليلة المقبلة لتوقيع عقد جديد مع الحارس الذي ينتهي عقده مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم المقبل. يسعى كابتن عبد الواحد السيد لتأمين مركز حراسة المرمى من خلال الإبقاء على الثنائي محمد صبحي ومحمد عواد، حيث تم طبعا مفاتحة صبحي في مسألة التجديد خلال الأيام الماضية، كما تم الاستقرار على التفاوض مع عواد في الأيام المقبلة لتجديد عقده. الكولومبي خوان كارلوس أوسوري مدير الفني النادي الزمالك شايف أن استمرار الثنائي عواد وصبحي مع الفريق في الفترة المقبلة بيزود من الاستقرار الفني داخل نادي الزمالك، خاصة ان الثنائي من افضل الحراس في مصر. هو شايف ان هما الاثنين مستواهم عالي جدا، التنافس بينهم كويس جدا، وشايف وجودهم مهم جدا. كمان هو عنده بعض الطلبات وعلى رأسهم التمسك بالقوام الرئيسي للفريق، مش عايز اي حد يكون موجود، خاصة ان الزمالك بيعاني من ايقاف قيد وفي عائق كبير جدا ان الزمالك يكون معاه اي تعاقدات، فهو عايز يحافظ على القوام الرئيسي لنادي الزمالك. ممكن حد يقول طيب ما مين قال لكابتن عبد الواحد ياخد الاوردر او يبدا يتفاوض مع عواد؟ ده من المجلس اللي قدم طبعا استقالته مساء امس، هم حابين ينهوا كل حاجه بشكل جيد، كانوا شايفين ان لازم نادي الزمالك يفضل مكمل في التفاوض مع لعيبته، مش معنى ان المجلس قدم استقاله ان معنى كده هيسيب كل حاجه، حاولوا يظبطوا بعض الامور قبل تقديم الاستقاله. كمان وضع الجهاز الفني لفريق الزمالك برنامج خاص لمحمود علاء مدافع الفريق الابيض بعد تمثله للشفاء من الاصابه بمزق في اربطه الانكل من اجل الحفاظ عليه حتى لا تعود الاصابه مره اخرى. ينوي اوسوريو اشراك محمود علاء في التدريبات الجماعيه المقرر استئنافها يوم 25 اغسطس الجاري بشكل تدريجي حتى يكتسب حساسيه المشاركه ويصبح جاهز بالشكل الامثل لبدء الموسم مع الفريق الابيض. من ناحيه اخرى تواصل الدكتور محمد اسامه طبيب نادي الزمالك مع الونش مدافع الفريق ومنتخب مصر للاطمئنان عليه بعد عمليه الرباط الصليبي والتاهيل اللي حاليا بيعمله في الامارات. اقترب
من مراحله الأخيرة، ويعود الونش إلى تدريبات الجماعية خلال 60 يوم القادمين، حيث ما زال اللاعب ينفذ البرنامج التأهيلي الموضوع ليه من قبل الجهاز الطبي في الإمارات. خبر تاني عن نادي الزمالك، وصرفت إدارة نادي الزمالك السابقة قبل التقدم باستقالة جماعية شهر من مستحقات متأخرة للكولومبي فريد هيريرا، طبعا مساعد أوسوريو المدير الفني لنادي الزمالك. النادي صرف شهر من مستحقات المدير الفني أو مساعد المدير الفني اللي بيعتمد عليه أوسوريو بشكل كبير جدا، وأوسوريو شايف أن هيريرا بيركز في بعض التفاصيل مع اللعيبة من الناحية الفنية والبدنية وشغال على ده بشكل كبير جدا. برضو إدارة الزمالك قبل الاستقالة حاولوا أن هم يحافظوا على الأشياء الأساسية، يعني صرفوا شهرين لأوسوريو، شرفوا شهر للمدرب المساعد، حاولوا يتفاوضوا أو في تفاوض حصل مع فتوح، نفس الكلام مع عواد، وكمان صبحي قالوا زيزو مش بتبيع. نادي الزمالك هيستمر، والإدارة شافت أن لازم تخلص كل الأمور الهامة علشان ما تعرقلش أي حاجة قبل ما يتقدموا بالاستقالة الجماعية اللي عملوها امبارح بالليل وتقدموا بيها في مساء الأمس. خلينا نروح لخبر مهم، هو أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا عن القائمة الأولية للاعبين المحترفين، وتضم 9 لاعبين لمعسكر شهر سبتمبر المقرر انطلاقه في الفترة من 4 إلى 12، ويتخللها مباراتين أثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوتيفوار، ثم ودية تونس، واللاعبون هم محمد صلاح وتريزيجيه ومرموش ومصطفى محمد وحمدي فتحي وطارق حامد ومحمد شريف أحمد حمدي وسام مرسي. ويخوض المنتخب طبعا مباراة يوم 8 سبتمبر في المعسكر المقبل أمام أثيوبيا في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2024 المقرر إقامتها بكوتيفوار، والتي حسمها منتخب مصر بالتأهل رسميا بعد تصدر المجموعة ثم ودية أمام منتخب تونس يوم 12 سبتمبر المقبل. إن شاء الله يكونوا لقائين مهمين لمنتخب مصر، ويكون معسكر جيد لمنتخب مصر، اللعيبة تستفاد منه ويظهر إمكانيات منتخبنا بشكل أكتر. استقر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي الجديد برئاسة المهندس نصر أبو الحسن على الاستعانة بعلي أبو جريشة نجم القلعة الصفراء لتولي رئاسة قطاع الكرة في النادي خلال الفترة المقبلة للاستفادة من خبراته الكبيرة في تطوير منظومة قطاع الكرة بالنادي. وكان كابتن علي أبو جريشة يقود لجنة الثلاثية اللي كلفت بإدارة النادي الإسماعيلي عقب رحيل لجنة اللواء أبو بكر الحديدي، ونجحت اللجنة الثلاثية في إنهاء بعض الأزمات وعلى رأسها تعيين جهاز فني جديد بقيادة كابتن إيهاب جلال عقب رحيل كابتن حمزة الجمل، وتمديد عقود بعض اللاعبين زي أحمد عادل عبد المنعم وعمر الوحش، بالإضافة لمناقشة ملفات وأزمات كثيرة جدا مع اللعيبة الأجانب، وبيحاولوا يحلوا أزمة إيقاف القيد لنادي الإسماعيلي. نروح من نادي الإسماعيلي إلى اسكندرية، وتواصل مسؤول فريق سموحة الاتفاق مع محمود شبانة مدافع نادي الزمالك لتدعيم صفوف الفريق السكندري في الانتقالات الصيفية الحالية استعدادا للموسم الجديد، واتفق مسؤول سموحة مع اللاعب على كل شيء وحصلوا على توقيع اللاعب، وفي انتظار تفعيل الشراء النهائي من نادي الزمالك بعد إتمام المفاوضات بشكل كامل. ونجح سموحة في التعاقد مع محمود وحيد قادمة من النادي الأهلي، والمغربي عبد اللطيف بن قصو وفادي فريد من البنك الأهلي وأحمد خالد ومصطفى ميدو من أسوان، واستعارة مصطفى البدري من النادي الأهلي لمدة موسمين، بالإضافة إلى تفعيل بند شراء حسام حسن من النادي الأهلي والاحتفاظ بخدمات محمد مغربي لموسم جديد. نروح لنادي بيراميدز اللي بيستعد للموسم القادم بكل قوة، وتغادر بعثة نادي بيراميدز تحت قيادة البرتغالي جايمي باتشيكو إلى تركيا الجمعة المقبل لخوض معسكر الإعداد المغلق استعدادا للموسم الكروي الجديد، وذلك ضمن خطة الإدارة والجهاز الفني لتجهيز اللاعبين على أعلى مستوى قبل انطلاق موسم في ظل رغبة الجميع بالنادي لتحقيق بطولة للفترة المقبلة بعد توفير كافة المقاومات لنجاح اللاعبين والجهاز الفني. من المقرر أن يستمر معسكر الإعداد الخارجي لبيراميدز في تركيا لمدة 14 يوم على أن تعود إلى القاهرة بعثة بيراميدز يوم 7 سبتمبر المقبل. من المقرر أن يتخلل
معسكر بيراميدز بعض الوديات عشان يجهز بشكل كبير اللعيبة، وكمان الجهاز الفني يجرب أكبر عدد من اللعيبة ويوصلوا لمستوى عالي ويساعدهم بقى لاستعادة حساسية المباريات بعد فترة الأجازة اللي حصلوا عليها عقب الانتهاء من الموسم الماضي. كمان يدوا فرصة لباتشيكو يشوف اللعيبة اللي جت البيراميدز، جاب صفقات كبيرة جدا مع الأسماء اللي عنده، فنادي بيراميدز عايزين السنة الجاية يكللوا بقى كل الجهود دي ببطولة. هنشوف الاستعداد هيكون ازاي للموسم القادم مع بيراميدز. من أخبار الدوري ممتاز نروح لأخبار الدوري ممتاز به، ونبدأ أخبارنا من نادي مكادي اللي أعلن تعيين عبد الإله جلال مدافع الأهلي السابق مديرا لشؤون اللاعبين في الجهاز الفني الذي يقوده عثمان أحمد، ويبدأ الفريق فترة إعداد يوم الثلاثاء المقبل استعدادا لدوري المحترفين. نروح لنادي جمهورية شبين اللي بيستعد لدوري المحترفين بقيادة المدير الفني عصام شعبان، وأعلن النادي عن ثاني صفقاته بالتعاقد مع أحمد كابوريا لاعب الزمالك وزيد السابق، وتعاقد النادي أيضا مع محمد عبد المنعم لاعب ديكرنس. نروح لنادي جنوب سيناء اللي بيستعد لدوري القسم الثاني به بقيادة باسم الفاو، وأعلن النادي عن التعاقد مع محمد أيمن مهاجم القناة في صفقة انتقال حر لمدة 3 مواسم، ويوسف منصور من الكهرباء إسماعيلية في صفقة انتقال حر لمدة 2 موسم، ويستعد الفريق لخوض مباراة ودية في نهاية الأسبوع الجاري. نروح لنادي بورتو السويس اللي بيستعد لدوري القسم الثاني به، حيث أعلن النادي عن تعيين عصام عبدو المدرب السابق لمنتخب مصر الناشئين مواليد 2006 مديرا فنيا للفريق، وقاد بورتو في الموسم السابق كل من أشرف توفيق ثم عمرو الدالي. بعد ما خلصنا أخبارنا المحلية خلونا نطلع فاصل سريع وبعد كده نكمل أخبارنا. للأسف نبدأ أخبارنا في الألعاب الأخرى من خبر يعني حزين لنا كلنا، حيث أعلن الاتحاد المصري للألعاب القوى في بيان رسمي عن أسباب عدم مشاركة اللاعبة بسنت حميدة في بطولة العالم للألعاب القوى للكبار المقامة حاليا بمدينة بودابست بالمجر رغم تواجدها مع البعثة. وقال الاتحاد في بيان لن تشارك بطلتنا بسنت حميدة في سباق 200 متر عدو ببطولة العالم، وذلك لتعرضها للإصابة بالعضلة الضمة بعد وصولها إلى المجر مع بعثة منتخب للمشاركة بالبطولة، حيث تم التواصل مع اللجنة الطبية للبطولة للكشف عليها وتم نقلها إلى المستشفى الرسمي التابعة للبطولة عمل الفحوصات الطبية اللازمة، والتي اتضح منها وجود تمزق بالعضلة الضمة من الدرجة الثانية بعد التشاور مع المسؤولين عن البعثة بتاعت المنتخب المشاركة في بطولة العالم والاطباء باللجنة الطبية بالبطولة. وكذلك تم التواصل مع رئيس اللجنة الطبية للاتحاد دكتور مجدي الصباغ بمصر اتخاذ القرار بمشاركة من عدمه، حيث تم اتخاذ القرار من عدم مشاركة اللاعبة المصرية بسنت حميدة عشان ما يكونش في تفاقم في الإصابة، يعني نتمنى سلامتها وسلامة اللاعب بتكون أهم شيء، وإن شاء الله لسه قدامها بطولات أكتر تقدر تحقق فيها ميداليات غالية لمصر. نروح للمصارعة، حيث حقق محمد مصطفى لاعب منتخب مصر للمصارعة المركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات وزن تحت 87 كيلوغرام في بطولة اليونان في بطولة اليوان كورينو في رومانيا خلال الفترة من 18 وحتى 20 أغسطس الجاري. من المصارعة الرومانية نروح للجودو، حيث تتوجه بعثة المنتخب الوطني للجودو إلى كرواتيا غدا يوم الاثنين للمشاركة في منافسات بطولة العالم للناشئين المقرر لها خلال الفترة من 23 وحتى 27 أغسطس الجاري، وتضم قائمة المنتخب الوطني في البطولة كل من ياسين صبرة وعمار أبو هاشم وأحمد طلبة مصطفى الرملي وندى فايز وجنى إبراهيم. وتشهد البطولة طعم تلك العالم مشاركة 65 دولة بإجمالي 333 لاعب و 267 لاعبة، وهو ما يؤكد أن المنافسة ستكون صعبة من أجل حصد المركز الأول في كل الأوزان في البطولة. كل التوفيق لهم إن شاء الله، وتكون بطولة قوية وبطولة الجدو في العالمين تكون بالنسبة لهم
بروفا ويقدروا يروحوا يحصدوا مراكز عالية جدا. دي بطولة مهمة، بطولة عالمية يقدروا يظهروا بيها بشكل كويس. دايما عندنا ثقة بشكل كبير في لاعبتنا، بس أهم حاجة نبعد عنهم أي مشكلة أو الإصابات ويجهزوا بشكل كبير جدا للفترة اللي جاية أكتر من لاعب. ومصر الفترة اللي فاتت على فكرة بدأت تتفوق بشكل كبير جدا في الألعاب الفردية، علشان نقدر نوصل بيها بشكل كبير. فكل التوفيق إن شاء الله لأبطال الجودو. دلوقتي خلصت اخبارنا مع حضراتكم، ولكن هنكون بقى في تغطيه خاصه طبعا اون تايم سبورتس لحدث مهم جدا بيحصل في العالمين. وزي ما ذكرت عن بطوله الجودو في العالمين، دايما العالمين فيها حاجات مهمه جدا. مهرجان او بقى توين دريفت هيكون موجود، وهنقله لحضراتكم على الهواء زي ما احنا شايفين. حاجه عالميه جدا بتحصل في اهم الدول للسيارات، كل الناس المهتمه بسباق السيارات هتعرف يعني ايه توين دريفت يكون موجود في العالمين. زي ما احنا شايفين اصلا على الشاشه، وانا مستمتع مع حضراتكم بالمشاهد الجميله والمنظر الخلاب. المهرجان هيكون موجود في مدينه العالمين الجديده. دي تجهيزات لتوين دريفت، شايفين منظر عالمي، منظر بجد حاجة نفتخر بيها كلنا. مدينة العالمين يعني مدينة مصرية ولكن بطراز عالمي. زي ما احنا شايفين السباق هيكون على البحر، الناس كلها هتستمتع بالشكل الجميل، إطلالة جميلة جدا على البحر، هنستمتع كلنا بالسباق، كلنا بنستمتع بشكل سباق السيارات، بنتفرج عليها دايما في كل الدول. فمصر قالت لازم يكون موجود في العالمين الجديدة. مهرجان العالمين مش بس كان مهرجان موجود فيه حفلات غنائيه، لا ده فيه احداث حصلت ثقافيه، شفنا فيه بطوله الجودو العربيه، وشفنا الاشاده قد ايه من الاتحادات العربيه لما جم وقالوا البطوله هتكون موجوده سنويا في مدينه العالمين الجديده. متابعتنا معاكم هتكون مستمره، هنتابع معاكم توين دريفت طول اليوم، هنتابع معاكم السباق هيكون عامل ازاي والمتعه الجميله دي في مدينه العالمين الجديده.